السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. رئيس الوزراء يناقش مع ممثل اليونيسف مجالات الشراكة بين الحكومة والمنظمة والعوائق التي تواجهها في مناطق سيطرة الحوثيين. وزير الصحة يدشن الجولة الأولى من حملة التحصيل ضد فيروس شلل الأطفال في جميع المحافظات المحررة. قوات الجيش الوطني والمقاومة تحرر مواقع جديدة جنوب مأرب وتصد هجوما لميليشيا الحوثي غرب تعز. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد في العاصمة المؤقتة عدن الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في اليمن فيليب دو آميل. جرى خلال اللقاء مناقشة مجالات الشراكة بين الحكومة والمنظمة في مجال حماية الطفولة وأنشطة وبرامج ومشاريع المنظمة وتسهيلات المقدمة لها والعوائق التي تواجهها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي واستمرار تجريدها للأطفال وتعريضهم للخطر، إضافة إلى التحضيرات الجارية لإنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن برعاية الأمم المتحدة في مارس القادم. كما تم مناقشة تدشين الجولة الأولى من حملة التلقيح من شلل الأطفال والتي ستشمل حوالي 2 مليون طفل في 12 محافظة على 3 مراحل والعوائق المفتعلة من قبل ميليشيا الحوثي لعرقلتها في مناطق سيطرتها والضغط الأممي المطلوب في هذا الجانب. وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن تسير الحملة وفق الخطة المتفق عليها مع وزارة الصحة وبصورة دقيقة، وأن يكون الهدف الأساس هو حماية أطفال اليمن من عودة تفشي وباء شلل الأطفال. وشدد الدكتور معين عبد الملك على أهمية عدم الصمت عن هذا السلوك المهدد لحياة أطفال اليمن وإشراك المجتمع الدولي والمبعوث الأممي في هذا الأمر الخطير والذي قد يتجاوز اليمن إلى المنطقة، وأشار إلى أهمية تطوير برامج خاصة للحفاظ على التعليم في اليمن من التحريف والدفع بالأجيال نحو التطرف والعنصرية وكذا الحفاظ على الكادر التعليمي الأساسي. ولفت رئيس الوزراء إلى احتياجات الطفولة القائمة في مأرب مع موجات النزوح المتتالية جراء التصعيد الحوثي وأهمية دعم الحكومة في هذا الجانب في مختلف المجالات ذات الأولوية، مؤكدا الحرص على تعزيز الشراكة مع اليونيسف لحماية الطفولة. وبدوره قدم الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف في اليمن الشكر للحكومة على التسهيلات التي قدمتها لوصول اللقاحات والتحضير للحملة ضد شلل الأطفال وتدشينها، موضحا بأن الحوثيين يرفضون السماح بالتلقيح من منزل إلى منزل ولذا سيتم تنفيذ حملة اللقاحات من خلال مراكز ثابتة في المحافظات. وأكد المسؤول الأممي أنه تم رفع حجم التدخلات في مأرب بناء على طلب الحكومة وإنشاء مكتب لليونيسف في مأرب والعمل على الأرض لمعالجة التحديات الكبيرة والتي يواجهها الأطفال النازحون، مشيرا إلى أن المنظمة بصدد الانتهاء من تقريرين قبل مؤتمر الاستجابة الإنسانية، الأول تقرير خاص بمستوى الأمن الغذائي والثاني حول سوء التغذية. شارك رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس البرلمان دكتور محمد علي الشدادي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة. وحمل الدكتور بن دغر إيران مسؤولية الحرب في اليمن ودعمها للميليشيا الحوثية الإرهابية والتي انقلبت على الشرعية الدستورية ورفضت كل مبادرة السلام وآخرها المبادرة السعودية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ومفاوضات الكويت وغيرها، والتي لو قبلت الميليشيا بها لانتهت الحرب وعاش الشعب اليمني بأمن واستقرار. وقال وقفت إيران خلف الانقلاب من خلال دعم ميليشيا الحوثي تدريبا وتسليحا وتموينا وشحنا إيديولوجيا بصبغة دينية وطموحات توسعية ألحق باليمن أضرارا فادحة وقد يلحق بالمنطقة خسائر أكثر فداحة. وتطرق إلى أثار الانقلاب والحرب والتي أدت إلى كارثة إنسانية وتدمير القدرات واضطراب أمني تعدى حدود اليمن ليصل أثره إلى الأراضي السعودية والإماراتية في اعتداءات إجرامية متكررة قام بها الحوثيون، قائلا
وهو أمر لم يكن ليحدث دون أسلحة وقدرات إيرانية وبعض خبرات عربية تماهت مع المشروع الإيراني في المنطقة وصمت دولي محير. وأكد بندغر دعم جهود المجتمع الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن لتحقيق السلام في اليمن، مشيرا إلى خوض الشرعية ومعهد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حرب الضرورة، مؤكدا السعي لسلام يحقق العدالة والاستقرار في اليمن والمنطقة، وهو سلام لن يتحقق خارج إطار المرجعية الثلاث، ونوه إلى توافق اليمنيين على شكل ومضمون الدولة التي صيغت قواعد بنائها توافقيا في مخرجات الحوار الوطني بين مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية، والتي وقع عليها الحوثيون والحراك الجنوبي السلمي المشارك، والتي يمكن اختصارها في دولة اتحادية تراعي حالة التنوع الاجتماعي والثقافي وتضمن العدالة والمساواة وتحمي الحقوق والحريات. وكان رئيس البرلمان العربي عادل عسومي ألقى كلمة أكد فيها على وحدة الصف العربي قائلا خريطة الأزمات العربية تكشف حجم المأساة التي يعيشها المواطن العربي وتسببت بزيادة معاناته ونزوحه بسبب الميليشيا المسلحة المدعومة من بعض الدول والتي تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي على أساس الدين أو المذهب. وبدور أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيض أكد أهمية البرلمان العربي باعتباره إطار شامل والعلاقات التي تجمع الشعوب العربية في أكثر من صعيد وتشمل السياسة والاقتصاد وضرورة وجود صوت الشعوب وهو ما يمثله البرلمان العربي وهي قيمة الحكم الرشيد كركيزة للاقتصاد والتنمية، فيما أكدت كلمات رؤساء البرلمانات العربية جميعها على دعم الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ووحدة وأمن واستقرار اليمن واحترام سيادته وسلامة أراضيه. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عواد بن مبارك مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش الأوضاع الإنسانية ومسارات عملية السلام في اليمن. وخلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة 58 لمؤتمر ميونخ للسلام والأمن المنعقد في ألمانيا، طالب بن مبارك بموقف أخلاقي أممي أزاء الانتهاكات والجرائم التي تقترفها ميليشيا الحوثي في اليمن وعرقلتها لكافة المبادرات الأممية والإقليمية والهادفة لتحقيق السلام في اليمن، داعيا للضغط على النظام الإيراني لوقف تدخله في الشأن اليمني ودعمه لميليشيا الحوثي، مجددا التأكيد على تعاطي الحكومة اليمنية الإيجابي مع كافة جهود الأمم المتحدة وفي مختلف المجالات والرامية لإنهاء معاناة اليمنيين. واستعرض بن مبارك تطورات المشهد اليمني في ظل استمرار الميليشيا الانقلابية في تعنتها ورفضها لكافة جهود السلام، مسلطا الضوء على تصعيدها العسكري في عدد من المحافظات وقيامها بمنع بعثة دعم اتفاق الحديدة أنمها من تنفيذ ولايتها والتهديد الذي يمثلها استخدام ميناء الحديدة للأغراض العسكرية وتهديد السلم والأمن الدوليين من خلال استهداف ممرات الملاحة الدولية. ومن جانبه أكد غوتريش التزام الأمم المتحدة بالعمل على التخفيف من معاناة اليمنيين، مشيرا إلى أهمية التحشيد لمؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والمزمع عقده في شهر مارس القادم. وتطرق لاستمرار الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن في بذل الجهود للدفع نحو استئناف العملية السياسية والتوصل إلى سلام شامل ومستدام. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 58 لمؤتمر ميونخ للأمن مع وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. واستعرض الوزير بن مبارك خلال اللقاء أخر المستجدات السياسية والعسكرية واستمرار الميليشيا الإنقلابية الحوثية في عرقلة كافة جهود ومبادرة السلام من خلال التصعيد العسكري المستمر وتهديد خطوط الملاحة البحرية بصورة تهدد الأمن والسلم الدوليين والاقتصاد العالمي. وتطرق بن مبارك إلى قضية خزان صافر وحجم الكارثة التي يمكن أن يتسبب بها على البيئة البحرية في الدول المشاطئة وممرات الملاحة الدولية واستمرار الميليشيا باستخدام الخزان كورقة ابتزاز وضغط سياسي في وجه الإقليم والمجتمع الدولي، على الرغم من تأكيدات الحكومة اليمنية المستمرة على استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لوصول الفرق الفنية للقيام بصيانة وإعادة تأهيل الخزان، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم مسألة تصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية دولية. ومن جانبه أكد وزير خارجية جمهورية النمسا إدانة بلاده لتصعيد ميليشيا الحوثي في اليمن والمنطقة، معبرا عن تمنياته بعودة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الدائم في بلادنا.
استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك مع نظيره الفنلندي بيكا هافستو مسارات عملية السلام في اليمن والجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والدائم واستمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية وعرقلتها لكافة جهود السلام، مطالبا المجتمع الدولي بدعم تصنيف الميليشيا الانقلابية الحوثية كمنظمة إرهابية. وأشار الوزير بن مبارك خلال اللقاء على هامش مشاركته في أعمال الدورة 58 لمؤتمر ميونخ للأمن والسلام والمنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على عدد من الأولويات ذات أهمية قصوى وفي مقدمتها توحيد جميع القوى السياسية الوطنية تحت مظلة الشرعية الدستورية والتصدي للتحدي الاقتصادي الذي يعتبر القضية الرئيسية ذات الأولوية من بين مجموعة واسعة من التحديات الأخرى. وثمن وزير الخارجية جهود الحكومة الفنلندية وموقفها الداعم للشرعية الدستورية في بلادنا، داعيا إلى توجيه الدعم لمجالات التنمية المستدامة للإسهام في تحسين الجوانب الخدمية وتقديم الخدمات الأساسية لكافة أبناء الشعب اليمني. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الفنلندي دعم بلاده لكافة الجهود ومبادرة السلام الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في بلادنا. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للسلام والأمن مع رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني توبياس إلود، واستعرض معه آخر مستجدات على الساحتين السياسية والعسكرية في اليمن. وبحث الجانبان سبل تعزيز جهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار وحل الأزمة في اليمن، وتطرق بن مبارك للدور التخريبي الذي تلعبه إيران في اليمن والمنطقة وانتهاكاتها المستمرة لقرار حظر تصدير السلاح لميليشيا الحوثي الإنقلابية المفروض من مجلس الأمن، وناقش الطرفان الطرق الممكنة لحل قضية خزان النفط المتهالك صافر لتجنيب اليمن والمنطقة خطر الكارثة البيئية المحتملة الناتجة عن أي انفجار أو تسريب قد يحدث في الخزان. ومن جانبه أكد السيد توبياس إلود دعم بلاده لكل الجهود التي من شأنها تحقيق السلام في بلادنا. طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بموقف دولي من استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في محاولات استهداف السفن التجارية بإشراف وتخطيط وتسليح من الحرس الثوري الإيراني. وقال الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا، قال إن استمرار تلك المحاولات نتيجة طبيعية لحالة الصمت الدولي وغض الطرف عن أنشطتها المهددة لأمن وسلامة خطوط الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب. وأضاف الإرياني أن ميليشيا الحوثي تعتبر حالة الصمت والتجاهل الدولي إزاء ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية ضوء أخضر لمزيد من التصعيد. وأشار الإرياني إلى أن نظام طهران يدير ويوجه تلك الأنشطة الإرهابية لاستعراض أدواته في المنطقة وقدراته على زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد المصالح الدولية، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي لإدانة واضحة للأنشطة الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي انطلاقا من موانئ الحديدة والقيام بمسؤولياتهم في التصدي لها والعمل على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب وملاحقة ومحاكمة قيادتها في المحاكم الدولية. دشن وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بوحيبح ومحافظ عدن أحمد حامد لملس الجولة الأولى من حملة التحصين ضد فيروس شلل الأطفال والتي تنفذها الوزارة في المحافظات المحررة على مدى 6 أيام، وتستهدف الحملة 2,456,000 طفل ما دون 10 من العمر من خلال كادر صحي يزيد عن 12,496 صحيا. التفاصيل أوفى في التقرير الذي أعده الزميل لبيب محمد علي. برعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، دشن معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح ومعه محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد لملس، دشنوا الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال الجولة الأولى والتي تستمر 6 أيام والتي تستهدف الأطفال دون 10 من العمر شاملة من سبق لهم التحصين كتكملة للتحصين الروتيني. نتيجة لممارسة ميليشيات الحوثي منعها اللقاحات في محافظة صعدة عاد مرة أخرى، والحمد لله اليوم نشعر نحن إن شاء الله في مرحلة جديدة نحن نحاول الجولة هذه، برغم أن في جولة أخرى إن شاء الله ستكون بعد شهر
فاحنا نخطط لثلاث جولات لمواجهه الاطفال، وهذه الجوله الاولى وان شاء الله تتليها جولات اخرى. وفي هذا المجال ندعو كل الاباء الى الدفع باطفالهم لاخذ اللقاح، كون مرض شلل الاطفال خطر كبير يواجه اطفالهم، لكن ان شاء الله باخذ اللقاح سنقضي على هذا المرض. ونشكر الشركاء والداعمين والسلطات المحليه على تعاونها في انجاح هذه الحمله. منظمتي الصحه العالميه واليونيسف التي قدمت للحمله ما قيمته 3 مليون دولار شكرت في كلماتها الاستجابه السريعه من حكومه بلادنا، ودعت إلى تضافر الجهود لإنجاح الحملة التي تستهدف 2.5 مليون طفل في بلادنا. نشكر كل القطاعات التي ساعدت وساهمت وسهلت مع وزارة الصحة العامة والسكان، مثل وزارة الإدارة المحلية، وزارة الأوقاف، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، وكل شركاء القطاع الصحي. نشكر الأخوان في وزارة الإعلام للتغذية الإعلامية ليومنا هذا. نتمنى من الأخوة المواطنين أن يساعدوا الكوادر الصحية التي ستقوم بالنزول من منزل إلى منزل، وعلى الكوادر الصحية تقريبا 12 ألف كادر صحي سينفذوا هذه الحملة. وكان وزير الصحة العامة والسكان ومعه ممثلي منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووكلاء وزارة الصحة ومدراء القطاعات الصحية قد دشنوا العمل مع الفرق المتنقلة من منزل إلى منزل في مديرية صيرة. لبيب محمد علي، لقناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن. وفي الأخبار الميدانية أيضا، شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية عدة هجمات على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى الشرق من مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، عقبها معارك ضارية بين قوات الجيش والميليشيا الانقلابية تركزت أغلبها في جبهتي الردها وأمريش على المحور الصحراوي. وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش والمقاومة استعادت العديد من المواقع بعد فرار عناصر الميليشيا منها، مخلفة العديد من القتلى والجرحى. وأضافت المصادر أن المعارك تزامنت مع غارة جوية لطيران التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيا وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الانقلابية. شهدت جبهتي الكسارة والمشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب معارك عنيفة رافقها قصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المعارك اندلعت عقب هجمات عنيفة شنتها ميليشيا الحوثي، إلا أنها لم تحقق أي تقدم يذكر وتكبدت خلالها العديد من القتلى والجرحى. وبحسب المصادر فإن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلة التحالف العربي استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية على امتداد جبهات جنوبي وغربي مأرب. شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية 18 غارة جوية استهدفت خلالها مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في محافظتي مأرب وحجة خلال 24 ساعة الماضية. وقال التحالف في بيان له إن الغارات أسفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية ومصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية. صدت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوما شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية غرب محافظة تعز. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم شنته ميليشيا الحوثي في منطقة الأحطوب بجبل حبشي غرب تعز. وأضاف أن ميليشيا الحوثي شنت هجوما على مواقع خسرتها الأيام الماضية في الجبهة ذاتها، غير أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجوم وكبدت الميليشيا خسائر في العتاد والأرواح. كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى أن الميليشيا الحوثية أطلقت حملة تجنيد هي الأوسع من حملاتها السابقة لرفض جبهتها القتالية. وأكدت المصادر أن الميليشيا الحوثية ونتيجة الخسائر البشرية التي منيت بها في جبهات قتالية عدة شنت حملة تجنيد جديدة واسعة في عموم المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها. وكان رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي للحوثيين قد اعترف الأربعاء الماضي بأن جماعته باتت تعاني من نقص حاد في أعداد مقاتليها. واعتبر مراقبون أن حالة الاستنفار دليل آخر يؤكد تهاوي كافة الجبهات الحوثية بسبب استمرار الرفض المجتمعي والقبلي للدعوات الحوثية المتكررة للتجنيد. أصيب 3 طلاب بجروح بليغة جراء تعرضهم لانفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب. وذكر مصدر محلي إن جسما متفجرا من مخلفات ميليشيا الحوثي انفجر ب3 طلاب أثناء عودتهم من مدرسة الوحدة بعزلة جرادة شمال حريب، ما أسفر عن إصابتهم بجروح بليغة. وأوضح المصدر أنه تم نقل الطلاب إلى مستشفى العطير بجرادة قبل أن يتم إسعافهم إلى مستشفيات بيحان وعتق بشبوة نظرا لخطورة
حالتهم. الآن مشاهدي الكرام إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. ختام النشرة مشاهدي الكرام، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء يناقش مع ممثل اليونيسف مجالات الشراكة بين الحكومة والمنظمة والعوائق التي تواجهها في مناطق سيطرة الحوثيين. وزير الصحة يدشن الجولة الأولى من حملة التحصين ضد فيروس شلل الأطفال في جميع المحافظات المحررة. قوات الجيش الوطني والمقاومة تحرر مواقع جديدة جنوب مأرب وتصد هجوما لميليشيا الحوثي غرب تعز. نشرتنا الإخبارية مشاهدي الكرام انتهت، نلتقي نحن وإياكم في نشرات إخبارية قادمة. حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بألف خير، إلى اللقاء.